As you saw, Nadia is a Nobel Peace Prize winner who, through her foundation, Nadia's Initiative, is tirelessly working to rebuild her home, Sinjar, for the Yazidi people. And she's here to tell us what she has done and what more needs to be done as well. Nadia, hi, so happy to be with you. You know, before we talk about your initiative, I thought I would get your reaction to this recent news about the death of Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of ISIS, who was killed by U.S. Special Forces. Given the brutality that you and the Yazidi community experienced at the hands of ISIS, can you tell us how you felt, what your reaction was when you heard about his death? وقت شتزت بينم انه نهايته بغدادي نيزك بنا عدالته بو ايش شمو ضحيارة ايش ايش هار انسانك يكفى بين سالة تعدى اختصابي هجري بلنغازي كشتني لهات يكرن ده وقا عملك بو كخلق نيزك عدالته بو بنهايته وي بس بنفس الوقت تهالياوي بلكينا بلكي تشتكي نوكا تهاليا داعش كاملة إجبار دهيت هزارة انضمام بونو جريمة كرنو هتان هو هينجي الدرادة هفالت إد بغدادي بغدادي بلكي هكهاتا كشتين نهاتا محكمة كرن بلكي أو هفالت وي أو بدهات ماين ببيقعرو دي صافي منظمة شي بكن بس هكام المحكمة ببينن أو أفيد ماين وداعش جريمة كرين وجينوسايد راكرين وبيادر زكا قوي إش جروبات دي إدوكا داعش كاينينا إعادة كرين وشينا بنجارة كدي الدنيا إدا Your life, of course, changed forever when ISIS invaded your village. That was in 2014. But you have said that telling your story honestly, quote, is the best weapon I have against terrorism. There is still so much that needs to be done. How does Nadia's initiative, your initiative, address the things that need to be done? وقع قسم ومبادرة وقع نتيجة قسم منها ك أفقسم مجو نجبر مدفيا نجبر أزب كيفم الفيرو الورو الغير وهروشن في قصتي فابين سالة چنتا مديما مدايا دي ملتا وكل طيارة كده فابين سالة مالا من نينا بشتيز بما ضحيا دي زل طيارة كده كأس في قصه بسحمد بكهين ما سياسيا منظماتها عالمي كفيهم بكن كتشبه دانين اف ناد موكا مبادرة ما كا قول داعش ناب جيكرن كاس حقي خواب بهم اف بين سالة داكا ما بشج برايد مبا ابدي برازن مبا هاتنا كشتن اف هشتو يك مقبري جماعي الشنغال هاتا ديتن هاتان هو موتينا ونداكرن بعدالة بشتي في جنوسايدي سد هزاري از دي هاجرية أوروبا وغير دولتا الجايكي بقارنتي بعيشن تشتي مدفيز بكم انو قول داعش بجينا يز مبقارين الجي اخوة ام شنقال آفا بكن ام عدالتي ببنن مكاربن كأقالية كموندانة بنجسر أرضي اخوة Clearly telling your personal story, Nadia, over and over again for the past 5 years has taken a huge personal toll. How do you keep going? Because it must be so painful to tell your story over and over again. اجبار ازانم چب ابيت هاگر نوال دست داعش دا تياگرن و بری سه سالا جن برام بکچا برایم و بکر برایم و خابران فسس بری سه سالا گوزل سوریای ما و تعدا هکا و بری پین سالا هی تیکرین آخر تلفون مجی گرد و بری سه سالا از نوها زانم
جن برام بسه هزار کچکو جنی دیوا تینا اختصاب کرن تعدلی تیا کرن و پین سالا مده وش مالت خواه بردایا حلقه دینینا از بکم کاس و ملات خواه ام بعیشن و مجی خواه وندانه من غیرم قصتا خواه بیشن. You talk about the more than 3,000 women and children who are being raped daily, brutalized repeatedly, but there are also more than 350,000 Yazidis, as you know, still trapped in camps in northern Iraq as well. Obviously, part of your goal is to increase awareness of what's going on, but are you frustrated that more hasn't been done to help these people, all of the people in these situations, and what specifically are you hoping will be accomplished? أملي منا بري همو عدالة شو عن ربيع داني وقت بيجن عدالة قالك رهي عدالة بيشوان ملاد عربيع داني ملادين بكأيز دي أم الدنيا دني في مليون خلقن العراق ده هش كدني بري هزار سالم عايشينا ملاتكي سر زراعته سر خدان کرنا پس ملاتكي روجكي نبويا جس اكش حكومة عراقية كردستاني ملاتكي بلنغازي تعيشي هدف منو عدالة جيرا بيدانين كاربن الجوخة بقرين كاربن حياتا خديسا بريبا ببن هكا اف خالك عدالة جرنا هذا ديتن وداعش نبرا محكمة كرن وش ويدري وندابي وكا أقليات ديت هكا برينوها جهو غيري وان إش عراقي ومنطقي ديت الخلاص بنونوها نماينة. During a meeting with President Trump this past summer, he seemed to be unaware of the plight of the Yazidi people. Were you surprised that he didn't understand or really didn't even know about this very important story? نه زانی نه وقتی مگودی اوش آلی ای مبادره نه دیاجی با دشتی گوله کشید اساسی آلی ای ادوکاسی اجبر ملت اکی ونده بون ملت اکی کچک بون یکیم ناس ندکرن و اف مشکله بو حتا نه جی گجو جنین مل دستی داعش دمائینا منطقه ما نه حتا آوا کرن خلک ما و نگر یاج بر یکیم ناس ندکرن پشتی لقاء برئیس ترامپ را جارا بری نزانی جارا دیدوی پشتی هنگی نب گلک جی 7 فرنسا مدی و دیس شما بال و مدی ساگودی مگو ام اونو هلمهات و افتش لازم بیادانی و داعش هلمگرو و نه زانوش گلکش نیزیک و ام مایک پینس وایس پریزیدنت وزیر خارجی آرام شغل نوب حکومتا امریکا بری فیجی را که ام حلاکی ببینن ملاتی ملوی داری ببینی بس ديما بزحمتا وديم وكم مروف تشعري ضحية وقت تنهي خويا از بيجم هاكا ملاتكي خويا بانو بلكي وكم مسيحيا وكم اقلياتي ديتر نهما حقي خوا بربون نهما بقريابونا منطقة خوا بس بين سالة هاتش اجتماعكي از شوي ميدا از دس بيتكم كأمكينة وقت تملاتكي وندا قالكي بزحمتا تخو هتا تخو بدي ناس كرن ويروم قال ازدياد كن بلكي نو هب هزار ملاتي دوسات كيتشوك تعدلية ديا كرن بس نت خويا اينا وياك نزاني ولوي تعديد اينا You had a meeting with French President Macron, who promised to take in 100 displaced Yazidi women currently living in camps in Iraq, which as we know is just a very, very small percentage. Are you hopeful that other countries may follow suit? And after your meetings with President Trump and members of the US administration, are you feeling a bit more hopeful that something will happen and that help is not far away? کاریم از خلق خود دارین مشور اون هجرایه و هدف من افتش ده
روجك يجي هدفي ما إنه هدفي داعش بجيني إنه أنفجر الناس رجوها سج إنه كجك هذا وكقرار هذا دانين إجبر نتيجة شغلة أدفوكسي كب ما برئيس ماكرون راجري وقت الجارة بري شو ما بال تشتغل نزانيش علي إز تيابا هموكا وبلكي الفيدر يجي هما بهيست كداعش شكي بس أكيد نزاني بكيت كبهتر تعدى بهتر الكيت يا كرن بشتينج جارة كدي شو مجارة كدي تقريبا 4-5 اجتماع مبيرة كرن حتى فكرة قرت صار خلكي مشلو أبوكا أوسط جن إجبار ميردوان هاد بونا كشتن والكمباد بسحمد بو بعيشن أو كجاش نويدري بس با حكومة فرنسية راتش تباش إنه هاد جنو برئيس ماكرون رأ إنه مستشفى كه الشنغال آباقن بشتيم جائزة نوبل برم إعلان كر كأسوي درافي بكما مستشفى الشنغال دا إجبار تشتي هاري حوجه بشتي في جينوسايدي خلكي حوجه علاجه يكسر جنوزارو بس وي في وي او نادكر وكا كامل نادكر و ماكرون وكا اثر تمام كر واف مستشفى وبين نقطه كبسلمان اس دي مسيحي جارك دي بيكرا بعيشن كخويا كدعم فرنسا سر اردي انه اف اقليات وندانب What can individuals listening to your story, you know, you've gotten a good deal of coverage. I know you were profiled on 60 Minutes and we just saw some clips before you came here. If individuals are interested in helping, what can they do? Galak dishtaya. Balki galak da'am biryash shmrovit a'itadi shmrovit itaka nadadi bihtir. الدنيا ده مروبكي وكا هجب بيتشتكي بكا كاريتشتكي بكا كاري خويا بكا هر يكي ايرول ورده كش ورده كچو گوتا حوالي خوا كچا كدر كدو خوندي كچو بي ملاتي هاد يكرين روجكي وخويا بي كروجكي وقليات بيتر تشتكي بي دي بي ناكرين وقت انسان به انسان و رابه بهور بکنا مسئله یا انسانی که عادی به یا انسانی که رئیس به هکته به بیت تشتکی بکی تعداد که بسکنی نی بالی یا کدیتر تکاری به هکب چه تشتی I should mention, by the way, that if anyone here is interested in supporting Nadia's initiative, Google will match your donation, which is incredibly generous, and you can find more information about that on the Zeitgeist mobile app. You know, I wanted to ask you about winning the Nobel Peace Prize because your acceptance speech, during it you said, thank you very much for this honor, but the fact remains that the only prize in the world that can restore our dignity is justice and the prosecution of criminals. Can you describe what it was like to win the Nobel Prize? Were you conflicted about it? Were you pleased? Were you uncomfortable? Can you just share with us the emotions you felt? وقتی جارا بریش نوبل راحتی مراش حاندن مهیش کدنی نبهیست بو نوبل ازش کنده کی هاتم ازش عائله کی هاتم حیاتا مهمول سر حق لك يجو إزراعتي بدا كان مرة وبيانستا خوش كبرار تشتكي أبراستي بزحمد بو وقت مزاني منو بالبر يجبر أزل آليا كي ترسام إنو أزي بيتير تركب مو بايف مو بي قصتي بجمجبرنا تشتكي بسهلة أزل آليا كي ترسام إنو أف کاریل میب گران تر بی اجبار بری ازش تعدال مهاتیا کرن از جی ساق ببم مرابو دست وی شغلی کر و مقاف قصد کو و هر جار که تفی قصدی بیجی تفاد وکز فاد کریما و وان لحظه وی چاقی از ساق نبو مش تعدال عائله مهاتیا کرن و المهاتیا کرن و الگوندی مهاتیا کرن تشتکی بزحمت بو بس با تشتكي فخر بو انه رهني دا سرقه ديا جنو كتشكي تعدلي تياكرن اجبر
بمليون جن إيرو بلكي في التعدى وكامل لها تكرن بس نابي جن كحريتنينا كالترسين كنا قلق سبب هينا بس رهني دا سرقة يا جني And as you mentioned, the money helps support the hospital. Exactly. So that must have been very gratifying for you to be able to do that. I know that you're working with Amal Clooney, the human rights lawyer, as well as the United Nations to bring the perpetrators of ISIS war crimes to trial. Why is it so important for the victims, Nadia, to have their day in court? وقع أفهم كما طلبة محكمة كرينا أزبتنينك إيروها كانت تشيبا 6500 كتشكو جنو زارو إيزيتيا يتعدلي هاتيا كرين ويبشا تم عدالة تدفي ويبشا كرامتا منا وغيران دنيا بعدالة تدفي وأزبا وقع أز بينم إنو تبس إرهاب بكو جينا عدالة إجبرو أو خوا داعش هات خوا بدا كشتن هاد كجهادي بكا أو جنو زارو همو برين وكا زانين وينا كشتنو شويكي رهات بون بجو شويكي نونا نابس عدالة وي إرهابي همو بكوشي ونا بيدرس وكا مال بيشكوتي إش كروبي دي رهكا تباس بكوشي إش براوتين خود بنا كشتن بس كمل محكمة ببينن كرامتا جنيفة كرهي قيمتا جنيفة وعملتا وبنفس الوقت دبيج درس شهر إرهابك كخوك هاركا ويكا جريمة كرين ويكا هتان هو جريمات كشي الباع عراقي بلكي المنطقة هشت داعشش أوروبا إنه هاي كرتي ويهر هشت دين نبياج جريمة كرينا تعدا كرينا اختصاب كرينا كشتن كرينا نا معقولة تبات شي هر هش سدي وسبق وجي بيت بمحكمة كرن هتا دهجي أبو بكر البغدادي زارو بخارتانين كدرة إدانة برخوا زارو براهاتنا كشتنجي دن بكيوان نبو إجبر إدانة برخوا عدالات لازمة شوان زارو وارا شوان جنارة بيدان And finally, Nadia, you said in the past, I've escaped, but I don't have my freedom yet. What do you think it will take to allow you to feel free, to somehow heal from everything that you've seen and personally that you've had to endure? هكا تدين بترسي جبار ديني خوا نحريات هكا تبترسي جبار جنسي خوا ديم تلخات هري دابي ونحريات هكا تلكي داري بي حتى كبدولتك بحريات بي بشتيس خلاص بويم و 4000 كتشكو جني دي خلاص بوي ما باز دا مهاجرين الجاكي آمن بقرين بس مخوا بقني او نحرياتا وقت تي تبيا ضحية وتعدلتا تياكرين وبسرها مويدا تبازة دي كتت جاكي آمن ببيني إيرو أمنا كارن و تاريخ مدام أنا ويرام ديني خو علاني بريبا ببين إجبار مناينا قبول كرن إجبار ديني ما كافر تيا قبول كرن إجبار إدبينن كا قلق جي داعش و أويد وكا فكري داعش كا إز دي نا أهل الكتاب والتاريخ خو دا زمان خو ديني خو همو تشتي خوا ما نخوان دي ما غير بحفظت كير اجبر ما نوي رام بريبا بنو هاتا ايروجي مجي خوا باردن ومن داد بين اجبر من حرياتي نابين حريات وقتي ام فتكرين جو خوا وقتي شنقال و ايز دي كاربن ديني خوا عادات خوا بريبا بنو وقتي جن ناترسي كاكي دقيقي تعدا جنسي ويليا كير There's freedom, physical freedom, freedom from persecution, but also emotional and psychological freedom. So for you, Nadia, do you think you'll be able to one day start to approach that for your own well-being?
وقتي أم بيتر خطوة إنساني بين الدنيا هيدش قالي إيه باش شيفا بلكي شيبي ما دام نهاية بغدادي هبو إجبار أف منظمة شكل ودولتي توقع عراق وسوريا ونخلاص كر لابد النهاية لابد روجك نهاية نخوش مجي هبي وأز كف ما عليك خوش We hope so, and you're such a courageous woman, and congratulations on the Nobel Prize, and thank you for all you're doing on behalf of the Yazidi people. Thank you, Nadia Murad. Thank you.